بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الجزء كيف تتجنب الأخطاء والانحرافات في الإعجاز الرقمي. الجواب: يوضع ضوابط للإعجاز الرقمي تكون بمثابة الميزان الذي نقيس به صحة البحث، وتكون هذه الضوابط وسيلة يطمئن بها القلب إلى سلامة المنهج. هذه الضوابط تحدد الطريق الذي نسلكه أثناء دراستنا للقرآن من الناحية العددية. والله أعلم.